السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب جماعة تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة فيديو مميز، او اللي عايز يكبر شوية بسرعة جدا 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 ويخليها في خلال الشهر، الفرخة دي تنط معاك 3 كيلو وتدعيلي. شوف الفيديو بتاعي. بصوا، عايزه اقول لكم على حاجه، بس قبل بقى ما نقول اللي ما اشتركش في قناتي اشترك وتشجعوني ان شاء الله. بصوا اللمه الحلوه دي، اللمه دي ملمومين على ايه؟ حطلهم في الميه سكر. السكر يا جماعه بيشجع الطيور على ان هي تاكل وتشرب بسرعه جدا وتسحب معاكي اكل كتير ومقوي ومحفز فيها، الا لما تحطي معلقتين سكر. وصفتنا بقى النهاردة يا جماعة وصفة تحفة. الوصفة دي لو انت استمريتي عليها الشهر كامل، تأكدي ان الطيور بتاعتك هتكبر معاكي بسرعة الثروة. هتقولي لي ايه هي؟ اقولك الوصفة دي، بس عايزة اقولك على حاجة. في ناس بتقول انها بتأكل طيورها علف، والعلف بينزل في البراز، هو البراز بتاعها هو لون العلف. طيب في الحالة دي هتعملي ايه؟ هتحطي معلقة فلفل اسود على العليقة بتاعتك، على العليقة بتاعتك هتحطي معلقة فلفل اسود. دي هتخلي الطير يسحب اكل كتير، وفي نفس الوقت هتعالج لك اي مشكلة في معدة الطير، عشان الناس في ناس اشتكت كتير من الموضوع ده. في ناس اشتكت ان الطيور بتاعتها البراز بتاعها برضو بيتغير لونه. هقولك على النهاردة في الوصفة بتاعتي دي فيها علاج ده. طيب في ناس بتقولك ان انا الطيور بتاعتي مش بتكبر بسرعة، هقولك برضو في الوصفة دي النهاردة ايه اللي هتعمليها تخلي طيورك تكبر بسرعة الصاروخ بإذن الله، بس تمشي على الطريقة بتاعتنا. على فكرة انا كان عندي بط ولسه مخلصة اخر 2 ذبحهم من يومين. البطة كانت الحمد لله، البط الملا اخر بطتين عندي كانوا معديين 5.5 كيلو، والحمد لله في مسافة قليلة جدا لو انتوا متابعين فيديوهاتي. طيب هنقول ايه بقى يا بنتي يا بطة؟ هتدوشين؟ اقول لك ابدا والله، ومش هطول عليكم عشان ما تقولوش ان انا برغي كتير. انت عندك العلب بتاعك اهو، استنوا بس هتاكلوه ليه. الوصفة الأساسية هي دي. الوصفة دي لما تحطيها على العلب بتاعك، عندهم برد، عندهم إسهال، هو البرد هيخلي بالكوا هيجيب إسهال وهيجيب جفاف، يعني هتلاقي الطير بتاعك. عشان كده انت حتى اعملي تعويض انك تحطي المية بسكر، لان السكر حلو قوي ومنشط وهيقويهم. ده مشروب حلو قوي تحطه لهم، ده ابسط انواع، ابسط حاجه تعملها للطيور بتاعتك. او تحطي حلبه بعسل، دي هتبقى منشطه جدا ومغذيه، وهتعوض اي نقص حصل للطيور لو عندهم برد. يعني لازم لما يكون الطيور جالها اسهال يا جماعه، لازم نعمل الوصفات دي. حطي عسل بالحلبه وشربوه لهم. ليه؟ لان هيعوض معاهم اللي حصل لهم من فقدان المناعه. الدنيا تبقى عندهم، الطير بيبقى هنج بقى وتعب وخس، ده يعمل معاكي تعويض بسرعه. واكتر ما تحطي اي دواء ولا اي فيتامين، عسل بحلبه دي خرافه جدا. طيب ايه وصفتنا النهارده؟ هقولك الفلفل الاخضر ده فلفل حامي، مش فلفل عادي اللي هو الفلفل الطويل بتاعنا ده. الفلفل ده يا جماعه من الحاجات المهمه جدا والمغذيه للطيور بتاعتك، وهيقويهالك. وبعدين في ميزه، ان هو في ماده بتخلي الطير فعلا يستفيد وتقوي جهاز المناعه بتاعه ويغذيه، زائد ان الحرقان اللي فيه نفسه بيخلي الطير تحفزه. يعني دي لاما تحطي شطه، بس لو حطيتي الفلفل فيه فيتامينات عاليه قوي، الحاجات الخضراء زي ما انتم عارفين، زائد ان هو هيشجعهم على ان هم ياكلوا كتير ويفتح نفسهم على الاكل. تاني حاجة أنا قلت لك هتحطي الفلفل الأسود، لأن الفلفل الأسود هتحطيه للناس اللي هي بتشتكي إن العلق، إن البراز بينزل لون العلف، إذا هنا السحب عنده مش حلو والهضم مش حلو والطير في عنده مشكلة في معدته.
هتحطي الفلفل الاسود. طيب هنا ده بصل، بصل اخضر، البصل الاخضر منتشر اليومين جد اليومين دولت، وده قوي جدا جدا للبرد ومقوي جهاز المناعه، وما شاء الله عليه لا يعلى عليه اكبر مضاد حيوي، تحطي له الطيور بتاعتك. طب كده بس يا بنتي يا بطه، اقول لك لا بقى، انت عايزه تغذي طيورك كويس، حطي النشا، حطي معلقه نشا، حطي على زي ما انت، انا كل واحد يحط الكميه على حسب كميه الطيور يا جماعه اللي عنده، الواحد بيعمل على حسب كميه طيوره. طيب النشا ايه بقى؟ النشا الناس اللي عند الطيور اللي عندها اسهال، ده هيعمل لها ربط لمعدتها، يعني الناس اللي بتشتكي ان الطيور بتاعتها عندها اسهال، لا حطي نشا. مش احنا بيكون حد طفل عندنا عنده اسهال ولا حد عنده اسهال بقول لك اعمل له مهلبيه؟ اذا هي بتعمل ربط للمعده، ودي مفيده جدا جدا للطيور، زائد انها مغذيه قوي 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 يا جماعه. طيب بس كده اقول لك السمسم، انا حاطه هنا السمسم، ولو عرفتي فوائد السمسم وتحطيها على طيورك، اقسم بالله لا تفضلي الليل ونهار تجيبي لهم سمسم. السمسم من الحاجات المغذيه جدا 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 للطيور. عارفه لما بيكون عندك بنت نحيفه كده، والبنت يا عيني هفتانه كده، والبنت ايه ده الا يا جماعه وعايزينها تدخل، يقول لك اكلها سمسم. السمسم مقوي للجماعه للمناعه، السمسم مغذي جدا جدا، بيكبر الطيور بسرعه الصاروخ. ده السر بقى في الطبخه بتاعتي النهارده، السمسم. زائد بقى معلقه الجنزبيل، وقلنا ان الجنزبيل دي من الحاجات الاساسيه اللي انت لازم تحطيها للطيور بتاعتك، لانه هو في بصوا يعني بيشفي من امراض كتيره جدا، وبيعالج حاجات كتيره قوي، ومفيد جدا لجهاز المناعه. يبقى انا حطيت بصوا تركيبه فظيعه، يعني التركيبه دي لما تحطيها كده بقى على العلب بتاعك، بصي بقى تركيبة يا جماعة يعني فظيعة. الناس بقى اللي هي عايزة تقوي وعايزة تغذي وعايزة تكبر طيورها بسرعة جدا، تعمل الوصفة دي لو استمرتي عليها 30 يوم، 30 يوم، شوف النتيجة ايه. انت بس قولي لي شوف النتيجة ايه. يبقى انت اصلا بتديهم منشطات، وبتديهم مقويات، وبتديهم حاجات ترفع جهاز المناعة، ومديهم مضاد حيوي. في يا جماعة دي حاجات خيالية، خيالية للطيور بتاعتك. والسمسم بقى الطير يحب الأكل ده، استنى أهو، استنى أوزع لهم الأكل وأجي. بصوا بما يرضي الله، الوصفة دي جبارة، الوصفة دي هايلة جدا، هتغذي طيورك بسرعة الصاروخ، وهتدعي لي والله اللي عايز يكبر طيوره بسرعة. مش بس ان احنا بنكبرهم، ان احنا نقيهم كمان من تعرض من الامراض اللي بتيجي للطيور، لان الطيور معرضه لامراض كتيره جدا في الحر. اتمنى بقى ان انتوا تعملوا الوصفه بتاعتي النهارده، الوصفه دي هتكبر لك طيورك، سواء عندك فراخ سواء عندك بط، وخاصه الفراخ الهجين يا جماعه، الوصفه دي هايله جدا جدا ليهم. اتمنى بقى ان انتوا تشجعوني وتشتركوا في قناتي، وبشكركم قوي على تعليقاتكم ودعمكم ليا، اشكركم جزيلا، واسيبكم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.